هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ فيديو اليوم فيديو تنسيقات الدوام، ونرد على الاسئله. بما اننا هذا اكثر فيديو مبين ان انتم وايد تحبونه، فقاعد افكر، انا كنت اسويه مره كل شهر، فقاعد افكر اني ازيده اخليه مرتين بالشهر. فما ادري، ويمكن ايش رايكم؟ يعني اعطوني رايكم. انا كل مره اصوره انه يصير شنو الاشياء اللي البسها باسبوع. لو اسويه مرتين بالشهر اسويه فيديو يصير كل اسبوع، يعني تصير الملابس مو خمسة اللي هما احد اثنين ثلاثة، لا تصير اسبوعين، فتصير مثلا 10 بدل حق الاسبوعين، وانزل مرتين بالاسبوع. شو رايكم؟ انا لما بلشت اسوي مرة كل شهر حق اسبوع واحد يعني، بس كنت ابي اشوف اذا انتوا تحبون، لان انا مو وايد احب اكرر. بس قاعد اشوف ان الكومنتات وايد تحبون هالفيديو، ووايد بنات يردون يطلبون ان اسوي بعد اسوي بعد. فقولوا لي اذا تبون ان اسوي مرتين بالاسبوع ويكون 10 بدلات بكل هذا، بس معناته لازم ينزل مثلا اول الشهر ونص الشهر، يعني القى له وقت. فقولوا لي اذا تبون كذي، او اخليني على نفس النظام انه مره كل شهر اسوي فيه يعني. وان شاء الله في بعض طلبات انه تبون كل يعني اشياء اكثر شيء عن فاشن، تبون ان اتكلم مثلا شنو الاشياء اللي راح نحتاجها، يعني تكون اساسيه بيسكس، تكون كبد كل بنت. انا سويت مره من زمان، بس اتوقع ان راح ارد اعيد اسوي فيديو كذي، وبخاطري اسوي فيديو اساسيات لشتة، عشان احنا طبعا الناس كلها الحين بلشت، ان العالم كله بلش انه يشترون الخريف وهذه الاجواء اللي تتغير، بس احنا عندنا للحين صيف، واتوقع الشهر الجاي بعد صيف، والشهر اللي بعده هم صيف. فبس المشكله ان السوق يعني يبدي ينزل الاشياء الشتويه الحلوه الحين، فاذا شريتهم الحين وبعدين اجلت الفيديو ما راح تحصلون القطع، يعني ما احصل لها لينكات. فقاعد افكر، ما ادري هل احنا نصبق، يعني مثلا اشتري الاشياء الشتويه الحلوه عشان تكون اللينكات موجودة وأسوي الفيديو وعادي يعني تشترونهم وتخلونهم حق بعدين. فما أدري، أنتوا قولوا لي يعني إيش رأيكم، أسوي كذي أو لا؟ بس هذا اللي كنت قاعد أفكر فيه. المهم الحين راح نبلش تنسيقات الدوام حق الأسبوع هذا، وراح أرد على أسئلتكم. فبرد أول شيء على سؤال واحدة كاتبت لي، سمر شنو الجنطة اللي حاطتها وش لست حقك تبتشترين هالجنطة الجاية؟ شوفوا، هو طبعا دائما لازم يكون في ارمز وش لست حق طول العمر، يعني ما ادري متى احصلها، بس يعني الجنطه الارمز اللي بخاطري اجيبها راح تكون كلي، فان شاء الله ما ادري متى راح تصير هذه. بس من الجنات الثانيه في، انا تذكرون سيلين اللي قلت لكم عليها ان خاطري اخذها، الحين رفيقتي دزت لي واحده ألفي نازله جديد اللي هي صايره كذي، ما ادري مبينه او لا، صايره كذي. هذه جديده دزت لي اياها، نازله بتيك توك، فكنا هذه احلى من السيلين، زائد ان انا ما عندي جنطه البي سوداء، يعني كل جناطي البي كلهم مونوغرام، ما عندي اسود. كنت مفكره اخذ اللي هي الكابوسين هذه سوداء، بعدين قلت ها لا، يعني ما ادري حالاتها يمكن اخذها شيء ثاني، فماني عارفه ابي اشتري جنطه سوداء من البي وماني عارفه شنو. فالحين لما دزت لي هذه قاعدة أحس إن كنا هذه وخلاص ما له داعي السيلين، فما أدري ماني عارفة، بس يعني يمكن السيلين أو هذه. وبخاطري آخذ ديور اللي هي هذه الكبيرة المربعة، لأن من أول ما نزلت أنا ما شريت ولا واحدة منهم، ما عندي ولا واحدة من هذول، فبس مو لاقية برنت وايد حلو، وهم خايفة إني ما أستخدمها وايد، لأن أنا عندي هذه الكبيرة مالت ألبي ما استخدمها وايد، وصارت بالضبط دوام او سفر، عرفتوا؟ فما قاعد استخدمها وايد، فخايفه اخذ هذيك وما استخدمها وايد، فشوي متردده للحين. وهم بعد بخاطري اخذ واحده ثانيه بوتيجا الكلتش، لان انا لما اخذت هذه الفوطه وايد استانست عليها وايد قاعد استخدمها، ما توقعت اني راح البسها كذي وايد، بس وايد قاعد البسها. فقاعد افكر اخذ لي واحده ثانيه تكون شيء يعني من الالوان البيسكس، مثلا تكون سوداء او رماديه زيتيه شيء كذي يعني، عرفتوا؟ فما ادري قولوا لي انتم ايش رايكم، يعني شنو كل واحده فيكم حاطه بالوش ليست مالتها، انه شنو الجنطه اللي تبي تجيبها. هم الشنال 22 الكبيره،
مو الكبيرة اللي هي ميديوم، اللي في وايد كبيرة في ميديوم، في واحدة وايد صغيرة. الصغيرة كان عبالي حلوة لما شفتها بالصج ما عجبتني، حسيت الأكبر أحلى. بس ما أدري لأن لما أشوف ريفيوز عنها ما يمدحونها، يعني يقولون الكواليتي مالها مو زين وكذي، بس هي شكلها وايد عاجبني. بس هم أقول إنه يمكن الكواليتي قاعد يقولون مو زين لأن هم يمكن وايد يعني مستهلكين الجنطة، عرفتوا؟ فقاعد أقول أنا يمكن لأن عندي أكثر من واحدة فما رح يصير وايد دوس على جنطة معينة، فيمكن ما تخترب وأنا وايد أحافظ على جناطي. فهمن ما أدري. فاللي شارية شانيل 22 خد تقول لنا، يعني تكتب لنا شنو رأيها، تسوى أو لا. فيا هذول اللي أنا شوي شي متحيرة بينهم، فما أدري شنو، بس كوش لست إن أنا محطوطة دائما أبي أخذ كل كبيرة. فيا نبلش يا بهالسؤال الحين، خلينا نبلش بأول تنسيق بعدين نرد نكمل الأسئلة. أول تنسيق أبي ألبس هذا البنطلون، مخذته من زارة، ساير كذي وايد واسع، خامته كنها لينن بس هي مو لينن، كذي صايرة ما أدري بس هي مو لينن، وساير وايد هاي ويست، فأنا أحب الكذي لأنه يطولني لما ألبس هاي ويست، وفي هذه الربطة وكذي نازل واسع سيدة، مع القميص هذا مخذته من زارة كذي نساير شيء كبير، القميص حلو فشي مع بعض، وأقدر أحط وايد جناط وايد جواتي، أتوقع كعب راح ألبس معه، بس يعني إن كل الجواتي والجناط اللي عندي يمشون، عرفتوا؟ فهذا أحلى شيء يعني. وايد بنات بعد لي مرات يكتبون لي سمر ليش ما تلبسين ألوان؟ أنا وايد ألبس ألوان بس الدوام ما ألبس فيه وايد ألوان، لأن هذه تنسيقات دوام، فدائما تنسيقات الدوام تكون كذي، هذه الألوان الهادية اللي شوية يصير شكلها درب، عرفتوا؟ يعني ما أحب أروح الدوام لابسة فوشي أو لابسة نيون أو أورنج، أو مو وايد أفضل يعني. ممكن إذا لقيت شيء وايد وايد عاجبني ويعني حلوة أحس عادي ممكن ألبسها، بس دائما أفضل إن التنسيقات تكون كذي، ولأن أبي أعطيكم أفكار، فدائما البنات يعني الألوان هذه تلوق على الكل، فراح يستفيدون أكثر من أنا أطلع شيء ملون. ودائما بنات هدوم الدوام لما تكون كذي أقدر إن أنا أغير، عرفتوا؟ فتصير نفس القطعة تلبس أكثر من طريقة، فبدال ما أنا أجيب شيء ملون، يعني مثلا هذا إذا رحت فيه الدوام خلاص إذا عدته يصير وايد مبين شكله، عرفتوا؟ غير لما يكون مثلا بنطلون كذي ألبسه يوم مع هذا، بعدين أقدر ألبسه يوم مع هذا، عرفتوا؟ يعني تقدرين إن أنت تمكسين وتغيرين أكثر، فأحس هذا يفيدكم، عرفتوا؟ فيا أحس هذا يوم الأحد فبحطه هني أول شيء. اوكي يوم الاثنين بخاطري البس هذا، هذا البنطلون مال فرانكي، هذا اللون انا وايد احبه، هو اسمه ساق اللون. خذيت هذه البلوزه مال زارا اللي راويتكم اياها، شوفوا هم مو نفس الدرجه بالضبط، هذا كان معاه بلوزته انا شاريتها، البلوزه سايره نص جم وهاي نيك، بس حسيت انه يعني وهم نفس اللون بالضبط حلوه، بس ما ابي البس هاي نيك، فلما لقيت هذه حسيت هذه حلوه انها واسعه، فكذي ادخل يعني من قدام كذي ادخله وتصير شي واسعه طايحه، بس طبعا البنطلون حيل يبيله كوي فما يخالف. اذا لقيت اللينك ماله راح احطه، لانه ما ادري هو يعني ماخذته من فتره يعني ما ادري اذا موجود او لا، فراح احط لكم اللينكات. بس هذا اللون وايد حلو بالنهار، يعني شكله حسيت الستايل مرتب وشكله دوام وايد شكلك هادي فحلو، وحتى مع الميك اب احس مكياج بني يصير معاه حلو، مكياج الوردي الخفيف يصير حلو، بس احس راح احط مكياج بني مع شو يسمونه يعني تصير حمره نود فاتحه وكذي مثلا اي لاينر بني، مع اي جنطه من جناطي اي جوتي من جواتي كله راح يمشي. فيا هذا راح اخليه يوم الاثنين. الحين خلينا نرد على سؤال. اوكي وحده كاتبت لي سمر تبين اسوي لها فيديو عن الجواتي والبراند وشنو البراندات الجواتي اللي امدح في اللي امدحها وشنو تجاربي وجواتي حق الصيف، فتبي شيء كذي. ان شاء الله راح اسوي فيديو كذي، راح اسوي واحد حق صيف وراح اسوي واحد بعد حق الشتاء، بس هي المشكله ان انا عندي يعني ما عندي لجواتي وايد، فيعني يعني الفيديو راح يكون قصير، راح تطلع لي مشكله ثانيه انتوا راح تقولون لي الفيديو قصير سمر ليش وشي، بس ممكن اسوي معه اسئله يعني اخليه شيئين،
اتوقع راح اسوي شيء كذي. وراح يكون يعني احلى الجوات اللي مثلا انصح فيها، والبراندات اللي احسها مريحه، والجوات اللي احسها مو مريحه وما لبستها وايد يعني او شيء كذي. فراح اسوي ان شاء الله فيديو عن هالموضوع، واحد صيفي، وبالشتا راح اسوي واحد شتوي. بعد بنيه كتبت لي سمر، ممكن تقولي لنا النتيجه عقب اسبوعين لثلاث اسابيع على اللي هي الابره، ما ادري شنو كان اسمها، سيسو سيسي شي كان اسمها، اللي حطوا لي اياها تحت عيني وهني، اللي هي تفتح التصبغات وكذي، لان تقول انه ما يطول، فتبي تعرف انا تجربتي معه. انا الحين هذا يمكن ثالث اسبوع داشه بالرابع، النتيجه عجبتني للحين يعني، بس لان انا ما عندي يمكن هالات وايد، فيمكن اتوقع يختلف من بنت لبنت، يعني يمكن البنيه اللي عندها هالات وايد يمكن ما تحس فرق، بس لان انا اساسا يعني الهالات ما يعني كان اكثر اللي فيني تعب وسفر واستمرات وشي، فكان احس انه نويه كان وايد تعبان، فحسيت بالفرق من هالناحيه، ان حسيت ان نويه شوي رجع شوي في حياه، عرفته؟ فهذا اللي حسيته، بس ان شاء الله راح اكمل. انا خذيتها مره واحده، فما اتوقع راح ترد، لان الدكتوره هي مسويت لي يعني شنو اسوي، هي مسويت لي انه لازم اسوي اللي هو هذا الفيس جيم، الاشياء هذه، فانا مخليتها هي تمشيني على الخطه اللي تبيها، عرفته؟ ودام احنا قاعد نتكلم بهالموضوع، في كومنت انا يعني ما فهمت، بس قريت ان في بنات وايد رادين على بعض، ان في وحده كتبت ايه، فوحده رد عليها ان انت ليش قاعد تكتبين لها كذي، وان كنا معنى الايه ان كنا انا قاعد اغير بخلقه الله شيء كذي. فبس اللي ابي اقول ان في بنات مرات من يشوفون مثلا بلوجر او يوتيوبر رايحه مصوره بعياده، دائما عبالهم ان هي بتسوي تجميل او بتسوي تغيير او بتسوي، ترى بنات العيادات فيها وايد اشياء، انا اللي قاعد اسويه واللي قاعد احس انه كان لازم انه يتصور وتشوفونه، ان الحين في اجهزه تغنينا عن وايد اشياء، يعني مثلا هي لما تسوي لي جهاز هذا اللي هو الفيس جيم، هذا يشد العضلات، يعني الحين اذا هو يشد عضلتك فيشد وجهك، فهذا انت وين التجميل بالموضوع؟ اذا انت بتقيسينها بكذي معناته ما نروح نادي، انت لما تروحين النادي وتلعبين رياضه شنو قاعد تسوين؟ مو قاعد تشدين عضلاتك، فهل هذا تحسينه تجميل وحرام؟ فهي نفس الفكره، هي عضلات وجهي قاعد تشدها بجهاز، ما كان في شيء انه هو يغير يعني، عرفتوا؟ ففي بنات مرات احسهم يعني كلها عبالهم ان العيادات حق كذي، يعني ترى حتى البوتوكس، يعني ترى البوتوكس شنو هو؟ احماض فواكه، انا ما قاعد احط ماده دائمه، بوتوكس يروح، فهو يعني يصير كانه علاج للبشره، وبعدين انا ما قاعد اغير شكلي، يعني انا قاعد اخلي نفس شكلي بس انه يتم هيلثي وشكله حلو لمده اطول. فما يصير ان في وايد بنات يشوفون ها صورت عياده فمعناته هي قاعد تغير بخلقه الله وما ادري شنو، لا ما يصير تفكرين كذي، لان بعدين البنات يعني قام يصير كومنتات، انا ما احب انه يصير بنات شي يردون يعني، فما ادري، فيعني هي بس كنت ابي اوضح النقطه ان في بنات يفكرون بهالطريقه، فهو لا، انت لما تسوين اي شيء بعياده في تجميل، وفي تجميل ما له داعي، وفي بنات يسوون بس كذي، وفي بنات تحسونها هي لان مو راضيه عن نفسها وما فيها ثقه بنفسها فتقعد تسوي هالاشياء، وفي وحده اللي تبي تحافظ على شكلها، بالعكس انا لما احافظ على شكلي فانا احافظ على ريلي، انا احافظ حق حبي لنفسي، احافظ على يعني اعجابي بنفسي، احافظ على ان عيالي كله يشوفون امهم حلوه، امهم مهتمه بنفسها، بالعكس هذا الشيء يروح بعد يعني اورث عيالي، يعني بنتي تشوف ان امي تهتم بنفسها فهي بعد تصير كذي، ترى هو المفروض ان المراه تهتم بنفسها ودائما تصير متزقرتها وكذي وشكلها حلو، مو ان تروح تسوي تجميل وتخرب بشكلها، بعدين انت لما تروحين لازم تكونين عارفه العياده، عارفه الدكتوره، عشان كذي انا اصور لكم هالاشياء، يعني ما تكلمت انا بشيء تجميل او بلاستيك سيرجري، انا ما تكلمت، وانا مو ضد ترى حتى البلاستيك سيرجري حق اللي يحتاجها، انا يعني بالعكس اسويها، لكن انا ضد اللي قاعده ماله ما عندها شيء قالت يلا خل اسوي تجميل شي فور فن يعني، او يلا خل نغير، انا هذا اوكي ضده، بس الاشياء يعني العلم وايد تطور بنات، ففي اشياء وايد الحين قاعد تصير تغنينا اصلا عن تجميل، يعني انت لما تتمين من وانت صغيره تحافظين على نفسك من كريمات، من تروحين عيادات موثوقه تسوين مثلا ليزر، تفتيح حق البشره، نظاره، الاشياء هذه بالعكس
وايد زينه وايد مفيده، وكل ما بلشتي وانت صغيره تهتمين احسن اصلا. فبس هذه النقطه كان لازم نوضحها عشان في بنات شي كانوا قاعدين يردون على بعض. الحين خلينا نكمل يوم الثلاثاء. وصلنا يوم الثلاثاء، ابي البس هذول. طبعا انا هذا البنطلون وايد 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 حبته، هذا من زارا. خل ادور اللينك اذا موجود او لا. وايد 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 حلو بنات. بلبسها مع هذه للحين ما لبستها، فاحس ان هي إيه شكلها يعني انه صيفي ومرتب ويصير حق دوام، عرفتوا يعني؟ راح يصير شكلها حلو كذي، وممكن احط لها حزام، ممكن احط لها الحزام الكلي والبسها مع الجنطه البيركن، او ان احط لها ممكن مثلا حزام الفي المونوغرام اللي عندي والبس جنطه مونوغرام، فراح يصير شكلها حلو. فيا احسه راح يصير شيء مرتب وناعم وشيء انيق وبسيط وشكله بارد، الالوان بارده. فيا هذا راح يكون يوم الثلاثاء. ناخذ سؤال. اوكي، واحده كاتبت لي سمر شنو الفاونديشن والهايلايتر اللي قاعده تستخدمينهم اخر فيديوهات، لان ما شاء الله وايد حلوين. انا سويت فيديو تكلمت فيه عن احلى شيء انا قاعد استخدمه من كل فئه. فحاليا بنات انا اللي قاعد استخدمه اللي هو الكونسيلر مال تو فيست ساند، والدروبس الهيلثي جلو دروبس هيلثي جلو شيء كذي، اللي هو المويسترايزر تنت مال تو فيست هم ساند. قاعدة احطه شيء هو مويسترايزر وفي شو يسمونه حماية، فقاعدة احطه على كل وجهي. اما الاضاءة اللي قاعد استخدمها هي مزمرايز مالت رير بيوتي، وايد حلوة وايد عجيبة، فلازم تجربونها. فهي كاتبة الفاونديشن والهايلايتر، اي هذول هما. واحدة كاتبت لي ليش ما تسوين ترندات التيك توك نفس الاسبريسو ميك اب او اللاتيه والماتشا؟ اوكي شوفي، خليني اقول لك شيء. اول شيء انا مو وايد مع تيك توك، يعني مثلا ما اعرف شنو الترندات اللي قاعد تجي، يعني ترى انا اعرف لما اشوف زيونة سوت شيء، فما اعرف وايد. ثاني شيء لان انا مو ميك اب ارتست، فيعني ممكن اسوي حق وناسه، بس يعني ما بين الناس عبالهم يصير انا ميك اب ارتست وقاعد اسوي كذي. فانا يعني بس هذا اللي شوي بس ممكن اسوي، فراح ادور على هذول البراندات على هذول الترندات واشوف شنو اللي مسوينه كذي واسوي يعني واحد. بس ما تشوف شنو كانوا مسوين، مكياج اخضر يعني اوكي افهم لاتيه او اسبريسو راح يكون بنيات، بس ما تشوف يعني شلون. فيني فضول اشوف هذا مال ماتش، عاد يمشي مع لبسي اليوم لو مسويته اخضر باخضر. اوكي، هذا الكومنت تكرر اكثر من مره، وكنت ابي ارد يعني كنت ابي ارد على البنت بالفيديو عشان تفهم بالضبط انا شنو اللي بقوله. انا سمر كل ما احط كونسيلر واثبته بلوس بادر كذي دائما يخطط ويقلب رمادي ويصير يتقشر، فشنو الشيء الغلط اللي اسويه؟ اوكي، اول شيء غلط قاعد تسوينه اللي انت ما قاعد ترطبين. يمكن انت عبالك اني رطبتي، بس معناته انت تحتاجين زياده. طالما تقشر معناته المنطقه جافه او جفت بسرعه، فمثلا زيدي الترطيب. يعني مثلا خلي الكريم مال العين يكون وايد ترطيبه عالي، حطي مثلا سيروم نطري عليه دقيقتين، حطي فوقه ترطيب، هذا انا قاعد اتكلم حق منطقه تحت العين، حطي فوقه ترطيب نطري عليه مثلا 5 دقائق 10 دقائق، ردي حطي الكريم مره ثانيه رطب زياده. جربي هالحركة، المفروض تضبط معك. انزين، وبعدها ب10 دقائق لما تمتص البشرة عدل هني بلشي حطي الكونسيلر. الكونسيلر لا تحطينه دايركت، لان اتوقع انت قاعد تحطين كمية كبيرة، لا تحطينه دايركت على عينك، حطيه على ايدك بعدين طبطبي خفيف. لو انت تبين كفر اكثر نطري ينشف ردي زيدي، عرفتي؟ بس لا تحطين كمية كبيرة كذي. بس بعدين قبل لاتين التبتين، انت الحين حطيتي نطرتي دقيقة، مش تشيب ايدك بصبعك، بس هي سوي مسحه من هني لهني شي مسحه. بعدين حطي البودر، البودر هم من حطيه على ايدك، طقطقي بيوتي باللي هي الاسفنجه مو البيوتي بلندر الثانيه اللي تصير كأنها باف يسمونها، تحطين طقطقي شيل الزايد، بعدين بس برس، لا تمسحين بس شي سوي برس. المفروض ان هذه انه ما يخطط معك وما يتقشر، اما انه يقلب رمادي يمكن الدرجه اللي انت مستخدمتها مو مضبوطه.
انا افضل لا تستخدمين درجة فاتحة، لان الفاتحة اغلب الوقت هو اللي يغلب رمادي. حط جربي درجة غامجة او الدرجات اللي على تان، او درجة تكون بالضبط نفس لونك. يعني مثلا مو لازم يكون وايد يكون فاتح تحت عينك، لا، انت بتغطين وبتخلين شكل المنطقة هيلثي، مو شرط انها تكون بيضة، مو شرط تكون فاتحة، عرفتي؟ فانت لما تيين بتنورين تقدرين تنورين بلوس باودر، بس خلي الكونسيلر يكون اغمج. فجربي هالحركة وشوفي اذا اوكي معاك او لا. الحين وصلنا يوم الاربعاء. يوم الاربعاء احس ابي البس هذا انا لابسته من قبل لما سافرت مصر السفرة القبلية، وايد حبيته، لونه وايد حلو، لونه كحلي وكذي. البس معاه بلوزة بيضة شوية شي جابانيز، وراح اركب معاه الجنطة البيركن الجولد، لان احس مع هذا اللون حلو الالوان هذه اللي هي الكامل الجولد الاشياء هذه مع الحزام الكيلي، فاحسه راح يصير يونس وانا وايد احبه. هذه البدلة كاملة من زارا، هذا اكس سمول، يعني هذا ترى اكس سمول، يعني هو اللي كبير مو صغير، والبنطلون سمول. اذا لقيت اللينكات راح احطها، بس يمكن ما القى لينك حق نفسها بالضبط لانها هذه كانت اقدم، فممكن بس الحين الستايل كله نازل كذي، فممكن احصل لكم ممكن الوان ثانيه، مثلا يكون في كنا الاسود، في بيج، فيا بس اذا تبين هالستايل ترى شوفوا الجاكيت اخذيكم مربع، لا تاخذين البس المخصر لان هذا احلى، يعني هذا لما يصير هاي ويست وهذا كذي مربع شكله احلى، يعني مو مخصر نازل، شوفوا سيدة كذي وقصير. فهذا راح يكون حق يوم الاربعاء. يوم الخميس حيل متشوقة البس هذا، لان انا هذا وايد عاجبني، توي جديد شاريته. قلت لكم هذا يي اكس سمول سمول وميديوم لارج، انا خذيت اكس سمول سمول. وهذه البلوزة همن اللي خذيتها الجديدة من زارا عشان بس الشم مالها، عرفتوا؟ فهذا بلبسه بسكره، ويمكن ما ادري اتوقع راح اسكره يمكن نص، وابي البسه مع هذا البنطلون. هذا البنطلون اللي نسيته عندهم وهم يصلحونه، بس هذا موجود ترى للحين لان شفته، ف وايد حلو. يصير من تحت كذي، تحت كذي في زرار، قصته باللبس راح تبين، بس وايد حلو. وهو صاير شي يعني كنا مربع، يعني مو صاير شي هيوج يعني مو سلم، فاحسه مع هذا راح يصير شكله وايد حلو. واذا حسيت الصبح انه ما عجبني عادي، هذا سهل البس معاه جينز راح يصير الشكل اوكي. فهذولا راح اخليهم حق يوم الخميس، وهذا اكيد راح القى له لينك دام موجود، فراح احط لكم اياه. فيا شي نكون خلصنا هالاسبوع وخلصنا الفيديو، ان شاء الله تكونون حبيتوا. اذا حبيتوا الفيديو عطوا ثمز اب، ولا تنسون تشغلون الجرس او البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن ان نزلت فيديو جديد، فما يطوفكم اي فيديو من فيديوهاتي. واهم شيء اهم شيء اهم شيء لا تنسون تسوون سبسكرايب حق قناتي، لان يا جماعه وي شود بي فريندز. احبكم وايد واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، ويلا باي.